FM. الكل ملك. فهم الاقتصادية تولت من الدولة قل لك تضخم مالي ما يعبر عنه بالفرنسية الانفلاسيون. تضخم المالي هو مؤشر هام في الاقتصاد ونيفو ماكرو ايكونوميك ويعطينا فكرة على ارتفاع الأسعار. معناتها من فترة لفترة ياخذوا سلة من المواد الاستهلاكية ومن الخدمات اللي يستهلكهم المواطن التونسي، يقعد حديدها سويفون اون انكيت، يشوفوا معناتها يعملوا صبر آراء ويشوفوا المواطن شنو قاعد يستهلك ويكونوا سلة، والسلة هذيك يعملوا لها معناتها ديبونديراسيون، قداش كل منتوج يمثل في كميه الاستهلاك باش يعملوا له بونديراسيون نتاعو في السنه هذيك، وبعد يخلقوا اون موين بونديري ويقارنوها من فتره لفتره. معناتها تو انفلاسيون نتاع 2016 ياخذوا السله هذيك في ديسمبر 2016 ويقارنوها بنفس السله موين بونديري نتاعها ديسمبر 2015 ويشوفوا قداش ارتفعت. تنجم تكون من فتره لفتره، تنجم تكون على عام، تنجم تكون معناتها على فتره اخرى، فهمتي؟ لكن تكون معناتها فتره زمنيه ونحدوا هالنسبة هذه. به هذاك يعطينا فكرة على ارتفاع الأسعار. به تنجم تقارنها بدول أخرى، تنجم تقارنها بمعايير دولية. مثلا يقول لك الانفلاسيون ما لازمش تفوت 3%، أنت قلت 3.9% الرقم الأخير هذا المحير، تراجعت فهمتني، تراجعت بالقدير معناتها كانت 4.2 كما يقولوا، تراجعت بصفة فهمتني معناتها واضحة وبصفة جلية، أنه كانت فوق وسط في وقت من أوقات في تونس فوق 5 وفوق 6%، راهو في 2012 و2013 تجاوزت 6% حتى نسبة التضخم المالي. به هنا شو نقولوا؟ نقولوا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى طريقة احتساب التضخم المالي. معناتها معهد وطن إحصاء، تحية ليه، وفما برشا كفاءات يخدموا في المعهد هذايا، هو مفخرة لتونس، معهد ينتمي ويندرج معناتها نشاطه في إطار وزارة التنمية والاستثمار، معهد حكومي. المعهد هذا هو اللي يعطينا الأرقام والمؤشرات مع البنك المركزي، والمعهد هذايا هو اللي عنده لي زونكيت سور تيران. معناتها ماذا بينا يعلمنا اليوم السلة اللي يخدم بها في تحديد التضخم المالي اندرا سله محينه، قاعدين ياخذوا بعين الاعتبار لا كونسوماسيون نتاع التونسي توا، ولا معناتها نابعه من صبر اراء قديم نوعا ما لازم يقع تحيينه. شنو ما المواد اللي موجودين في السله هذيا، شنو هي البونديراسيون نتاعها، تطور خاطر الكونسوماسيون نتاع التونسي، التونسي ما عادش يستهلك باكو حليب وباكيت راهو وباكو مقرونه وشويه سكر التونسي يستهلك في الانترنت، التونسي يستهلك في التليفون، التونسي يستهلك في الديفيرتيسمون، التونسي يستهلك في الاسيورونس، التونسي عنده استهلاكات اخرى، ترونسبور، كاربورون بيان سور، انسي سويت. دونك لازمنا هالسله هذه نشوفوا لا كومبوزيسيون فيها هي هذا الكل، لكن البونديراسيون قداش وكيفاه، وخاصه زاد نشوفوا حكايه المواد المدعمه ان درا يدخلوها في السله هذه ولا، خاطر المواد المدعمه ماك تعرف السوم نتاعها ما يتحركش من عام لعام، فهمت؟ دونك سا بو بيزي لو كالكول دو لانفلاسيون، فهمت؟ دونك طريقه الاحتساب هذه ماذا بينا يعرفونا بها اكثر معهد وطن احصاء ويقع تحيينها اكثر باش تكون اكثر واقعيه. ثاني حاجه تنجم مثلا نسبه الانفلاسيون هذه تطيح، نسبه التضخم مالي تطيح، لكن ينجم يكون ماهوش مؤشر ايجابي. تقول لي انت قلت لي المعايير الدوليه 3% وهاو انخفضت النسبه، معناتها ارتفاع الاسعار انخفض، هاي حاجه باهي. لا كونت معناتها اون ابروفوندي ليكسبليكاسيون اناليز، نجم نلقاو علاش انخفضت النسبه هذه، على خاطر الطلب انخفض، ما عادش فما طلب، خاطر التونسي ما عادش يستهلك كما قبل، خاطر الطاقه الشرائيه نتاعو انخفضت. دونك حتما الاسعار باش ينخفضوا، ما هو السوق معناتها وفما اون لوا دو لوفر دو لا دوموند، حاجه ماهيش مطلوب على ما فماش طلب عليها في السوق ياسر، السعر نتاعها باش ينخفض، تنجم يكون سبب هذايا، فهمت؟ معناتها يفو فيغ دي ليكتور ابروفوندي النسبه هذه. ينجم زاد يكون بلال مرتبط بسعر النفط، برميل النفط، خاطر برميل النفط يتحدد سعره على المستوى العالمي، وبرميل النفط والنفط عنده قيمته، هابش نعطيك الغادي، فهمت؟ دونك ابارتيغ دو لا راهو معناتها ينجم ياثر هو بيدو، فهمت؟ وتنجم الحكايه تكون زاده مربوطه بتحكم اكثر في الاسعار، تحكم اكثر في مسالك التوزيع، خاطر في تونس مثلا اللي اثر في النسبه التضخم المالي اضطراب اللي صارت والاضطرابات اللي صاروا في مسالك التوزيع، وجبنا المره الاخرى جماعه المرشد جرو وسمعت حكاوي إيه، فهمتي السلع اللي ما تدخلش ليزانترميديير فهمتي الاقتصاد الموازي انسيتويت، هذاك الكل ياثر على الاسعار ويخلي النسبه مرتفعه. دونك اذا تحكموا فيها اكثر النسبه، اذا حاولوا معناتها اون سي دو كومباتر الاقتصاد الموازي ومسالك التوزيع وحكايه فهمتي معناتها الاضطرابات اللي موجوده، ونحاولوا زاده نخليوا لوفر والدوموند معناتها بلو نقصوا الديكلاج ما بيناتهم، نحاولوا زاده الدينار التونسي عنده قيمته بلال في العمليه، خاطر الدينار
الدينار التونسي كي يضعف تولي فما شكون نقول انفلاسيون امبورتي معناتها تدخل مالي مستورد الدينار التونسي كي يضعف عندي لي بيان امبورتي ونحنا برشا حاجات نجيبوهم من الخارج نخلصهم بالعمله الصعبه دونك لازمني اكثر دينارات باش نجيبهم فهمت وذا ينعكس على البري دو فونت هنا دونك هذا كلهم عوامل تنجم تكون لا كوز فينانسيير تنجم يكون فما ديكالاج ما بين لا ماس مونيتير هذاك علاش حكيت شهري وكل شيء الكتله النقديه من الدوله وجهاز الانتاج اش قاعد يخرج واش قاعد ينتج وقت اللي تبدا فما برشا فلوس قاعده تدور معناتها اون ديكالاج بارابور على باري برودكتيف اش قاعد يخرج تنجم تخلق انفلاسيون هذيك فهمت معناتها لازم اكثر توازن واكثر تجانس ما بين الكتله النقديه وما بين معناتها نسق النشاط الاقتصادي دونك تو دانفلاسيون مهم للغايه ماذا بينا نتبعوه خاطر يعطينا فكره على قفه المواطن يعطي فكره المواطن على ارتفاع الاسعار على البوفوار داشا فهمتني ولازم الانفلاسيون هذه تبدا بيان انكادري ونشوفوا الاسباب نتاعها ونشوفوا المسببات نتاعها ونحلوها اكثر باش نفهموها معناتها الرقم نتاعها فين موجود بالضبط وين درا تحكمنا فيه ولا وطيحناها او سونس بوزيتيف دو تيرم ولا فهمتي خاطر جايه من نقص الطلب ميرسي بوكو سيتي بارول ديكسبير كاب اف ام الكلمه ليك